الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين واللعنة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم تتميم الرواية التي يذكر فيها رسول الله صلى الله عليه وآله بعض فضائل أمير المؤمنين وشيعته وكون هؤلاء أعلى رتبة من الملائكة قبل تتميم الرواية لا بد من الكلام في محورين المحور الأول في حقيقة العصمة وفي منشا العصمه الملائكه معصومون فما معنى العصمه هناك خلاف في ان العصمه هل معناها الجابر ذهب اليه بعض الاماميه ان العصمه في الملائكه بصوره خاصه بمعنى انهم مجبورون على الطاعه ولا يتمكنون من فعل المعصيه، هذه اراده تكوينيه الهيه وليست باراده تشريعيه. هذا المعنى يخالف درجات فضل الملائكه ان كانوا مجبورين على ذلك فكيف هؤلاء الملائكه المقربون الكروبيون لو كانوا اجبروا على الطاعه بنحو الاراده تكوينية شنو معنى ان هؤلاء ملائكه مقربون ملائكه في درجات رفيعه بل الله عز وجل يقول في القران الكريم اشرنا الى هذه الايه سابقا. "وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ انِي إِلَهٌ مِن دُونِهِ فَذَلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ، كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِين". وفي بعض الروايات اكثر من روايه يمكن في مستفيض الروايات الروايه الروايات التي تلقاها اصحابنا بالقبول، الوحيد البهبهاني يذكر في تعليقة له على قضية فطرس انه قضية فطرس رواية مشهورة مقبولة. عندنا روايات مقبوله يمكن سند معتبر ما موجود في هذه الروايه ولكن لشهرتها قد تكون مستفيضه روايه فطرس بل قد تكون متواتره بالتواتر المعنوي او الاجمالي فالوحيد البهبهاني يقول هي من المقبولات العلامه المجلس يقول هذه الروايه مقبوله مجموعه من العلماء يعتقدون بانها مقبوله مثل مقبوله عمر بن حنظله اللي يستفيدون منها ويعتمدون عليها فاذا روايه معتبره تقول بان فطرس خالف الامر الالهي في قبول ولايه امير المؤمنين او تاخر في القبول فالله عز وجل عاقبه بماذا؟ عاقبه بان كسر جناحيه وجعله في مكان حبيسا لفتره من الفترات الى ان ولد الحسين سلام الله عليه في القضيه المعروفه بعض الروايات هكذا تقول بانه لم يبادر في قبول الولايه وتاخر في امتثال الامر الالهي بعض الروايات تقول بانه تاخر في امتثال امر من امور الله يمكن الجمع بين هاتين الطائفتين امر من امور الله شنو ذاك الامر هو قبول الولايه إذا هو مكلف بالقبول فلم يبادر القبول ف عوقب بهذه العقوبه الى ان انقذه الحسين سلام الله عليه انقذه الله ببركه الحسين سلام الله عليه اذا هو مو مجبور على الطاعه وانما لرفعه علمهم المعصومون سواء من الملائكه من الانبياء من الرسل من الائمه هؤلاء المعنى الثاني للعصمه مو الجبر وانما الاختيار ان هؤلاء اولا خلقهم الله من طينه خاصه زين فهذا تفضيل تكويني طينه خاصه ولكن هل هذه الطينه الخاصه اجبرتهم على قبول الطاعه والعباده؟ كلا وانما هم ايضا بكسبهم لوجود العلم اليقيني عندهم عين اليقين يعني اذا واحد يشوف هنا زباله هل يفكر في اكل الزباله؟ ما يفكر لانه عنده علم يقين بان هذا شيء نتن قد يسببه بافات واعراض وامراض فما يتركه فمن العلم من شده علمهم العين اليقين هكذا نعبر عنه وصلوا الى مرتبه يرون كل ذنب أسوأ من الزو... القمامة كل ذنب هكذا فلا يرتكبون الذنب وكل طاعة يرون أنفسهم مقصرين في شكر نعم الله عز وجل في العلو علمهم ومكانتهم فهناك تفضل إلهي وهناك كسب طبعا في بعض الروايات يمكن واحد يجي يقول شنو منشأ هذه العصمة قبل أن نذكر المنشأ نقرأ كلام الشيخ المفيد رحمة الله عليه في العقائد. يقول المفيد: بعض الإمامية يرون الملائكة مجبرون على الأفعال. بعض الإمامية هكذا يرون، إذا اكو هناك قول. ولكنه يقول: وليست العصمة مانعة من القدرة. العصمة لا تنفي القدرة والاختيار. مانع من القدره على القبيح، ولا مضطر المعصوم على الحسن، ولا تلجئه اليه، العصمه لا تلجئ المعصوم الى فعل الحسن، مثل الرجل الالي اللي هو عنده برنامج حسب البرنامج يعمل، ما يطلع عن طوره، لكن العصمه هي موهبه الهيه يتفضل بها الله على من يشاء من عباده، متى يتفضل؟ بعد توفير الارضيه والقابليه المصححه لافاضتها. انزل من السماء ماء فسالت اوديه بقدرها. الارضيه الجاهزه الله يفيض عليها تلك العصمه المصححه لافاضتها وانها غير قابله للتحصيل والكسب. واحد يمكن يقول انا قد تكون لي ارضيه طيبه نقول لا الارضيه طيبه الله يختارها فاذا هناك طينه خاصه خلق الله منها الانبياء والائمه والملائكه وهناك طينه اخرى لباقي الناس فهذا تفضيل تكويني وهناك الاراده اللي لا تمنع من فعل المعصيه بل تسوغ على فعل المعصيه تلك الاراده يقول العصمه من الله هي التوفيق الذي يسلم به الانسان مما يكره اذا اتى بالطاعه يمثل يقول مثل ما تعطي حبل لغريق انت صحيح بعثت له الحبل ولكن هو اللي يتمسك بهذا الحبل ان اراده فعندما تمسك بالحبل يخرج من الماء ولا يغرق هكذا يمثل العصمه فجميع المؤمنين من الملائكه من امن من الملائكه وال نبيين وال والائمه معصومون لانهم متمسكون بطاعه الله بهذا الحبل اللي هو طاعه الله تعالى هكذا يمكن ان يقال ان نقول بان العصمه طبعا البعض قالوا بان العصمه ملكه مثل ملكه التقوى ولكنها ملكه راسخه في النفس هل مقدر لا إذا حجي واحد يقول يعني يمكن لرجل عادي أن يصل إلى مرتبة المعصوم يتدرج درجات الكمال في التقوى إلى أن يصل إلى درجة المعصوم كلا، ما لازم تكون تلك الأرضية ولازم يكون ذاك التفضيل التكويني، التفضيل التكويني ما موجود، التراب ما يصير ذهب، ايش قد ما يحاول ما يصير ذهب، تفضيل تكويني للذهب على التراب ولكن هل هذا يوجب الحسن للذهب؟ نعم حسن تكويني ولكنه ليس اكثر من ذلك. واحد ما يقدر يمدح الذهب لكونه ذهبا الا بحسن ذاته. ولكن هذه الكمالات الموجوده في المعصومين من الملائكه والانبياء والمرسلين هذه الكمالات كلام كمالات اكتسابيه ايضا. لذلك ارتفع شانهم. ولذلك المؤمن يرتفع شانه ان ترك الشهوات وترك المحرمات. لانه هو اكو في نفس الصراع داخلي دائمي فهو لما يترك الشهوات يرتفع الى ان يصبح اعلى من الملائكه كما يصرح رسول الله صلى الله عليه واله اذا ان قلت اذا كانت العصمه افاضه الهيه فلم الفخر هذا شلون كمال شلون فاخر الجواب في زياره فاطمه الزهراء سلام الله عليه واحد يقرأ يا ممتحنه امتحنك الله الذي خلقك قبل ان يخلقك فوجدك لما امتحنك صابره وزعمنا ان لك اولياء امتحنك الله قبل خلقتك ليش الله افاض هذه الطينه التكوينيه للمعصومين لانهم مروا بمرحله من الامتحان فلما علم الله منا الصابر أنزل علينا النصر أو فلما علم الله منا الصدق أنزل علينا النصر والصدق بمعنى الصبر في آية مباركة يصرح يصرح الله عز وجل في هذا المعنى أن الصدق والصبر قرينان فإذا هناك أرضية جاهزة الله يفيض بعد ذلك هؤلاء غير مسلوبي الاختيار هسه شنو مناشئ العصمة؟ هناك أقوال متعددة في مناشئ العصمة قول ذهب اليه العلامة الحلي قال اللطف بمراحل أربعة كيف أصبح الملك معصوماً؟ طبعاً هسه نجي نذكر شبهة إذا معصوم فليش فطرس عصى؟ فليش دردائيل عصى؟ أكو عدة ملائكة لماذا جبرائيل يغضب؟ أو هاروت ماروت البعض يقبلون القضية، البعض ينكرونها هسه هذا في تفصيل إن قلنا بأن قضية هاروت ماروت وتبديلهم إلى رجلين في الدنيا وفعلهم المحرمات هسه هي قضية وردت والرواية تكون معتبرة أو مقبولة نفس الشيء جبرائيل في كثير من الأحيان كان يغضب على بعض الأشياء فهل هذا كان غضبه في محله مو في محله دردائيل الخب؟ هذا عصا فطرس كان له تأخير مع أنه كان عليه أن يبادر هسه نجي نذكر هذه الشبهة يعني نجيب عن هذه الشبهة كيف المعصوم يمكن ان يخطئ؟ منشأ العصمه العلام الحلي رحمه الله يقول منشأ العصمه اللطف، لطف الله عز وجل. هكذا اولا وهذا اللطف من اربعه امور، اولا خصوصيه بدنيه ونفسيه للمعصوم طينه خاصه طيب اثنين العلم بمثالب المعاصي. المعاصي قبائح اذا واحد ما يعرف ان شرب الخمر قبيح يشرب الخمر، بس اذا شاف شرب الخمر اجلكم الله كاكل العذره اجلكم الله اصلا يفكر لا يفكر فهم لهم درجه عاليه من العلم يرون كل معصيه يرون العواقب. شنو هذا المعصيه شنو هذا الذنب شنو عواقبه فتنكفئ نفوسهم عن اتيان هذه المعصيه ثلاثه تتابع الوحي والتاكيد على المعصوم انه هو المعصوم صحيح يعلم بذلك ولكن ايضا الوحي الالهي والتسديد الالهي تترى عليه ويسدد الوحي المستمر العلامه الحلي هكذا يقول في منشا العصمه اربعه المؤاخذة على ترك الأولى يعني عندما يترك الأولى طبعا إحنا سابقا بينا بحث مفصل في ترك الأولى هل هناك المعصوم يترك الأولى أم لا هذا بيانة مضى بس على مبنى العلامة ترك الأولى عندما يترك الأولى بعد مو معصية الله يؤاخذه فكأنما يتأدب فلا يخرج عن إطار العصمة الذي جعله الله عز وجل له البعض قالوا العصمه منشا العصمه الاراده والانتخاب. الواحد ينتخب يعني تقوى بعباره اخرى عنده تقوى ويريد هذه منشا العصمه. البعض قالوا منشا العصمه العلم والاراده. البعض قالوا مجمع منشا العصمه مجموعه عوامل طبيعيه وراثه محيط اسره انسانيه علم معرفة إرادة عقل ملكات نفسانية هذه كلها مجموعة في إطار العمل الإنساني واللطف والموهبة الإلهية فهذه منشأ إلا أن المنشأ ما ذكرناه أن الله عز وجل امتحن البعض من الناس فوجدهم صابرين صدقوا ما عاهدوا الله عليه فأفاض عليهم فكأنما قضية من طرفين طرفينية الأرضية موجودة تقبل اللطف الإلهي موجود الله يفيض عندما الله يفيض عليهم ذلك فيتقبلونه فيفيض إفاضة أخرى وهكذا خب. في مراحل مختلفة لذلك أكو في الرواية أن علم المعصومين سلام الله عليهم يزداد في كل ليلة الجمعة لأن الله غير محدود وعلمه غير محدود وعلم المخلوق محدود فيمكن أن يزيد الله عز وجل علم هؤلاء العصمة يعني العصمة من مخالفة الأوامر المولوية العصمة في تلقي الوحي العصمة في التبليغ كل هذه درجات العصمة أولاً هو لا يخالف الأوامر المولوية سواء كانت اقتضائية أو غير اقتضائية وجوب وحرمة استحباب وكراهة لا يخالف أبدا ثانيا يتلقى الوحي تلقيا صحيحا لا يخطأ في تلقي الوحي مو مثل أولئك المخالفون الذين قالوا في أنه هكذا تلقى رسول الله تلك السورة المعروفة تلك الغرانيق العلا منها الشفاعة ترتجى لا ماكو تلقي خطأ التلقي يكون صحيح والالقاء ايضا للاخرين يكون صحيحا وهذه درجات مختلفه ل عند العصمه يعني عندما تحصل العصمه العصمه عصمه تقسيم اخر علميه وعصمه عمليه يعني في الفكر والعقيده وفهم المصالح والمفاسد وحقائق الامور ماكو خطا وفي السلوك والعمل ايضا ماكو خطا هذه كلها درجات مختلفه تنطوي تحت دائره العصمه، اما هل فطرس عصى؟ نقول عصيان فطرس قد يؤكد دققوا يؤكد عصمه الملائكه. اذا واحد يجي ويخالف الامر الارشادي بلا تلقي نفسك من شاهق ما الذي يحصل؟ يلقي نفسه من شاهق؟ الجاذبيه تجذبه وتتكسر عظامه فالعصمه التي جعلها الله عز وجل للملائكه عصمه تكوينيه مخالفه هذه العصمه التكوينيه مثل مخالفه الجاذبيه التكوينيه اللي موجوده فبما ان فطرس كان معصوما فهذه المخالفه له سببت كسر جناحه مثل انا عندما اتي اتي الى الشاهق المرتفع القي بنفسي التكوين ماذا يقول؟ يقول بان الجاذبيه تجذبك وتتهشم عظامك هناك التكوين يقول بان فطرس معصوم فهذه المخالفه طبعا هي اي نوع من المخالفه مخالفه بمعنى الاوامر الارشاديه مو الامر المولوي هذا كان امر ارشادي فلم يبادر لم يسرع كان المفروض عليه ان يسرع ارشادا الى هبوط درجته البعض هكذا بين قالوا كسر الجناح يعني هبوط الدرجه لان المعصومين ايضا على درجات وين عصمه رسول الله صلى الله عليه واله وين عصمه ادم؟ قطعا عصمه رسول الله تختلف عن عصمه ادم عصمه رسول الله تختلف عن عصمه النبي نوح عليهم افضل الصلاه وازكى السلام. النبي نوح الله يعظه ان لا يكون جاهلا، طبعا بالنسبه للرسول صلى الله عليه واله اكو هذه الموعظه من الله عز وجل ان لا يكون جاهلا. ولكن اكو هناك فرق بين وشاسع بين العصمتين. بعض الانبياء على المشهور فعلوا ما كان الاولى ان يتركوه. ورسول الله لم يفعل ذلك، ما كان الاولى ان يتركه. فإذا العصمه ايضا لها درجات، هذه العصمه التكوينيه كانت لفطرس فحبط منها. كسر الجناح البعض هكي يفسروا مو بالتفسير الظاهري وانما بمعنى دنو الدرجه. دردائيل كذلك غضب جبرائيل كيف نفسره؟ اذا كان له الاختيار. هذا ما يسلب عن الاختيار، كان له الاختيار اذا غضبه فالله نهاه عن ذلك. مرت روايه ان جبرائيل يقول يا رب ليس على وجه الارض احد يعبدك الا ابراهيم وده يلقوه في النار وما تسوي شيء على تعبيري انا. فالله قال إن اني بالغ امرا، انت الان ما تستوعب هذا المعنى. إذا هو كان مختار يعني كان يقدر يتكلم، يسأل، يجيب، يبتعد، يقترب، كله كان كل ذلك كان، إذا هذا لا ينافي اختيار وهناك العصمة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، فالجمع بين هذه المعاني أن الموهبة الإلهية موجودة ولكن هذه الموهبة الإلهية لم تسلبهم القدرة. القدرة موجودة ولكنهم لا يرتكبون الذنب لعلمهم بقبح الذنب وبعاقبة الذنب. يعملون كل الطاعات من واجبات ومستحبات للرؤيه لانهم دا يشوفون القصور الذاتي اللي عندهم امام الله امام الغني المطلق لذلك عندما فاطمه الزهراء سلام الله عليها كانت تقف في محرابها كانت تتورم قدماها لماذا لماذا امير المؤمنين كان يبكي هذا الدعاء اللي علمه لكميل الادعيه القصور اللي كانوا يشوفون هذا البدن المخلوق ما يقدر أكثر من هذا يؤدي شكر الواجب ولكن هل هذا تمام شكر الواجب؟ كلا بس ما يقدر مثل ما تروحون إلى زيارة مرجع تقليد يروح إلى زيارة رجل عادي هو متمدد في فراشة ما يقدر يقعد يعتذر مولانا أنا أعتذر كذا كذا من الأول إلى الأخير المرجع قاعد عنده خمس دقائق هذا خمس دقائق ده يعتذر من المرجع أنه يعني ما يقدر يجلس ما يقدر يقدم يتأدب أمام ليش؟ هذا قصور ذاتي المرجع عم يعذره يقول اي انت ما يجي منك اصلا تجلس انت معذور ولكن هو هذا ليش يعتذر للقصور الذاتي اللي مبتلى به المخلوق قاصر عن اداء شكر الله عز وجل مهما كبر ومهما كان في اعلى عليه اذا كانوا يرون حسن الطاعه فيطيعون الله ولا يعصون الله ما امرهم. هذا هو الموضوع الاول لا باس ان نقرا ايضا جزء مما ذكره المفيد رحمه الله قال العصمه تنشا من العلم القطعي بعواقب المعاصي والذنوب كتجنب الفرد من بعض القبائح يعلم علما قطعيا وهذا لا ينافي الاختيار لاصحاب العصمه. هذا هو المحور الاول من البحث، المحور الثاني باختصار جدا لانه اخذنا الوقت انه هل السجود كان لادم؟ السجود كان على ادم؟ سجود الملائكه؟ اما السجود كان لله وانما كان الخضوع لادم هناك ثلاثه اقوال السجود اسجدوا لادم يعني اخضعوا لادم مو السجود بمعنى العباده هذا المعنى الاول المعنى الثاني السجود لادم طبعا هذا المعنى غير مقبول لانه خلاف ظاهر الايات وابليس يقول اسجد لمن خلقته طينا اذا كانما مو مو كان في صرف الخضوع لادم احترام ادم مثل واحد يحترم شخص يقوم لاجله لا السجود كان بمعنى السجود ولكن فالامر دائر بين الاحتمالين السجود لادم يعني سجدوا لادم ام السجود لله وادم قبله مثل ما الكعبه قبله احنا لا نسجد للكعبة نسجد باتجاه الكعبة الروايات تختلف ظاهر بعض الروايات والآية المباركة أن السجود لآدم ظاهر مجموعة من الروايات كما في الاحتجاج أن آدم كان قبلة للسجود وأنما السجود كان لله ويؤيد هذه هذا القول هذا الاحتمال مجموعة من الروايات منها ما الزنديق يسال الصادق عليه السلام هل يصح السجود لغير الله؟ قال عليه السلام لا. قال فكيف قضيه ادم؟ يعني يسال عن قضيه ادم. قال واما من سجد بامر الله فقد سجد لله. سواء كان السجود لادم او باتجاه ادم فهو بامر الله حتى وان كان السجود لادم فهذا بما ان الله امرك بذلك فالسجود حقيقة لله عز وجل فكان سجوده لله إذ كان من أمر الله في رواية أخرى أيضا عن أبي جعفر الباقر عليه السلام رب أعفني من السجود لآدم وأنا أعبدك عبادة من السجود لآدم يعني مو باتجاه وأنا أعبدك عبادة لم يعبدكها ملك مقرب ولا نبي مرسل فقال الله لا حاجة لي إلى عبادتك إنما أريد أن أعبد من حيث أريد مو على اشتهائك على شهوتك تريد تعبد الدين اللي انا اقول لك انت لازم تكون عابد مطيع لي مو ما تشاء انما اريد ان اعبد من حيث اريد لا من حيث تريد فابى ان يسجد لاحظوا الكتاب قال الله عز وجل يا ملائكتي وانتم من جميع ذلك بمعزل من جميع ذلك يعني صعوبات الحياه وجود الاعداء مشاكل تحصيل الرزق الحلال شهوات الفحوله الكبر والعجب هذه الشهوات الموجوده في الانسان هؤلاء صبروا وابتعدوا عن ابليس ومحاربه ابليس واعوان ابليس انتم الملائكه عن جميع ذلك بمعزل فطبعا هذا الانسان اللي يبتعد عن الدنيا وعن ابليس ويقترب الى الله يكون اعلى من الملائكه يا ملائكتي وانتم من جميع ذلك بمعزل لا شهوات الفحوله تزعجكم ما عندكم شهوات ولا شهوه الطعام تحفزكم يعني تشجعكم شهوه الطعام تشجع الانسان ليش دائما ياكل خبز يابس خليه يسرق بس السرقه تاره تكون سرقه مباشره في وضح النهار تاره السرقه تكون من بيت مال المسلمين تاره السرقه تكون من اموال يتيم طرق اخرى في المكيلة البخس في المكيلة والميزان سرقه لها طرق حتى واحد شويه ياكل هذا شهوته الطعام ولا شهوة الطعام تحفزكم اذا قضيه هاروت وماروت قضيه صحيحه روائيا ومعتبره فملكان مقربان البسا لباس الشهوه اللي هذا لباس الشهوه موجوده في الانسان ففعل كل المحرمات اكبر المحرمات والقبائح ارتكبها إن صحت تلك الروايات، قضية صعبة واحد يحارب الشهوة. ولا شهوة الطعام تحفزكم، ولا خوف من أعداء دينكم ودنياكم، أعداء الدين أعداء الدنيا، ما تخافون منهم. ولا خوف من أعداء دينكم ودنياكم تنجب في قلوبكم، تنجب يعني تقشر. نجبت الشجرة يعني قشرت عروقها. او قشرها يعني فتشي اللي ينخر مثلا في قلوبكم دا يقتطع اجزاء من قلوبكم ماكو اعداء لانه العدو حقيقه واحد من يخاف من العدو هو في حاله فرار كذا تشوفه دائما مضطرب قلبه في خفقان وضربان ولا لإبليس في ملكوت السماوات وأرضي شغل على إغواء ملائكتي الذين قد عصمتهم منه أنا عصمت هؤلاء من إبليس بالعصمة التي بيناها موهبة إلهية وأيضا كسم منهم بما لا ينافي القدرة يا ملائكتي فمن أطاعني منهم من الناس من شيعة أمير المؤمنين كما في الرواية فمن أطاعني منهم وسلم دينه من هذه الآفات أو وسلم دينه من هذه الآفات والنكبات المصيبات فقد احتمل في جنب محبتي يعني بالنسبة إلى محبتي ما لم تحتملوا هذا احتمل الأمرين لله عز وجل اللي أنتم ما احتملتوا الأمرين واكتسب من القربات الي ما لم تكتسب بس بعض ملائكه الله منهم قيام لا يركعون ومنهم ركوع لا يسجدون ومنهم سجود لا يقومون لا يرفعون رؤوسهم الاف السنين ولكن عباده هذا العابد اولى عند الله لانه حارب هواه وحارب الشيطان وسلك سبيل المؤمنين فهذا فلما عرف الله ملائكته فضل خيار امه محمد وشيعه علي وخلفائه عليهم السلام واحتمالهم في جنب محبه ربهم ما لا تحتمله الملائكه ما لا تحتمله الملائكه ما يحتملوها وَشَاهَدَ على ذلك قضيه هاروت وماروت ان صحت أبان بني آدم الخيار المتقين بالفضل عليهم يعني أظهر يعني أظهر ثم قال فلذلك فاسجدوا لآدم لماذا؟ لما كان مشتملا على أنوار هذه الخلائق الأفضلين في صلب آدم في ذرية آدم رسل أئمة شيعة يكونون أفضل منكم فاسجدوا لآدم على ان يكون ادم قبلتكم كما في هذه الروايه ولم يكن سجودهم لادم انما كان ادم قبله لهم تصريح يسجدون نحوه لله عز وجل وكان بذلك معظما له معظما له مبجلا يعني الله عظم ادم بجل ادم يعني قدر ادم بهذا التقدير ان تسجد الملائكه كلهم اتجاهه هذا وصلى الله على محمد واله الطاهرين